رغم كل الأنباء التي أكدت اتفاقه النهائي مع نادي طرابزونسبور التركي، إلا أن يومية ليكيب الفرنسية كشفت عن مستجدات جديدة تتعلق بمستقبل الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش، لا يثير الغموض بوجهته المستقبلية بعد رفضه مواصلة مغامرته مع الخضر التي انتهت في الدور الثاني لمونديال البرازيل أمام المنتخب الألماني. يومية ليكيب، وفضلا عن تأكيدها على عدم وجود أي اتفاق بينه وبين نادي طرابزونسبور التركي، كشفت في الوقت ذاته عن تلقي البوسني عروضا بالجملة من قبل العديد من المنتخبات، وفي مقدمتها منتخب جنوب إفريقيا الذي تقدم بعرض رسمي للمدرب السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب اتحادية إيران التي ترغب في التعاقد مع البوسني خلفا للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش. كما كشفت ذات التقارير عن تواجد مدرب الخضر في دائرة اهتمامات 3 منتخبات أوروبية، واحد منها مهتم جدا بفكرة التعاقد معه ويسعى لحسم الصفقة لصالحه في أقصى الآجال الممكنة.